مرحبا يا أصدقاء، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ حسنا يا أصدقاء، لقد جئت لكم بلعبة تعتمد على التركيز. حسنا، هيا لنبدأ. يجب علينا أن نجمع 3 حيوانات وأكثر. حسنا، الدجاجة، التمساح. جيد. حسنا، بسرعة بسرعة، هيا. جيد، ليس لدينا. جيد، رائع، أنهينا، أخذنا 3 نجمات. لنكمل، القرد. حسنا، الخنزير، السلحفاة. جيد، السنجوب، السمكة. حسنا، لقد خسرنا، لنعيد اللعبة. حسنا، الباندا، السمكة الزرقاء. حسنا، لنأخذ الفلفول، ليس لدينا. أوكي، لا، لقد خسرنا يا أصدقاء. لدينا آخر فرصة. حسنا، جيد، والآن يجب علينا التركيز. خسرنا مرة ثالثة. حسنا، جيد، لنركز يا أصدقاء. والآن نأخذ القنفذ. والآن، حسنا، نأخذ هذه الدجاجة وهذه السمكة. حسنا، والآن نأخذ الثعلب ثم النمر. جيد، نحن في تركيز تام. الأفعى ثم، حسنا، والتالي. جيد يا أصدقاء، القنفذ ثم الدجاجة. رائع، ثم ماذا؟ نأخذ. جيد، والآن، يا للهول يا للهول، لقد خسرنا. لنعيد يا أصدقاء، المرج التركيز. جيد، رائع، ليس لدينا دجاجة ثالثة. حسنا، لنأخذ الفراشة ثم ماذا نأخذ؟ نأخذ هذا القنفذ. حسنا، ماذا لدينا؟ جيد، لنكمل القنفذ ثم الدجاجة. حسنا يا أصدقاء، الفلفل ثم هذا. حسنا، وماذا نأخذ أيضا؟ هذا، رائع يا أصدقاء. جيد،
رائع، نحن في تركيز رائع. أوشكنا أن نكمل اللعبة بنجاح. حسناً، لنكمل. جيد. والآن السلحفة والقطة ثم الدلفين. رائع، حصلنا على نجمتين. حسنا، لنركز مرة ثانية. حسنا، جيد، رائع، أحسنتم يا أصدقاء. جيد، أين هي البقرة؟ حسنا يا أصدقاء، لنكمل. رائع، وهذا ثم هذا ثم هذا. جيد، حسنا، والآن الأخطبوط. ليس لدينا الأخطبوط يا أصدقاء، لنأخذ الغزالة ثم السنجوب ثم هذا. حسنا، ثم ماذا يا أصدقاء؟ حسنا، لنرى الأسد. جيد، رائع، ثم ماذا؟ حسنا، لنأخذ الدجاجة. رائع، ثم الأخطبوط ثم السلطعون ثم يا أصدقاء. حسنا، نأخذ الأرنوبة أولا ثم البقرة. جيد، البقرة. حسنا يا أصدقاء، جيد، والآن ماذا يا أصدقاء؟ أحسنتم، جيد، ثم الببغاء والتمساح. أصدقاء، والآن نذهب إلى جولة أخرى. نأخذ السنجوب الطريف ثم الخروف ثم الفراشة ثم ماذا؟ حسنا، لنأخذ الببغاء ثم النمور ثم الباندا. حسنا، ثم الغزالة. لا أريد الغزالة. حسنا، لنذهب بالببغاء ثم حسنا لنرى الدجاجة. حسنا يا أصدقائي، ثم الببغاء. جيد، السمكة. رائع، النحلة. الباندا. الدلفين. أنتم رائعين يا أصدقاء. الببغاء ثم السمكة ثم الغزالة. التمساح الذي لونه أخضر ثم الكلب الطريف.
وأخيرا يا أصدقاء القنفذ. رائع، أخذنا 3 نجمات. جيد، والآن ركزوا معي يا أصدقائي. البطة التي لونها أصفر، ثم الخنزير الوردي، ثم النمور الأصفر، ثم ماذا يا أصدقاء؟ الدودة الخضراء، البقرة، الذئب. جيد، ثم الدجاجة الرائعة، الأخطبوط، البقرة. ليس لدينا بقرة ثالثة، لا مشكلة، نأخذ. حسنا، القط الظريف، ثم النمور، ثم حسنا حمار الوحش، الدجاجة، البطة، رائع، ثم الكلب. جيد، لنكمل البقرة والدودة. جيد، نكمل. حسنا، نأخذ النمور. جيد، وماذا؟ جيد يا أصدقاء، أوشكنا أن نكمل يا أصدقاء. وهذا الخنزير، الأخطبوط ذو 8 أرجل. حسنا، الذئب، حمار الوحش، وأخيرا الثعلب المكار، وأخيرا ثم أخيرا الكلب. حسنا، لنعيد مستوى آخر. حسنا، لنركز جيدا يا أصدقاء. لنبدأ بالضفدع. حسنا، ثم النمر، الببغاء. جيد، حسنا، ثم الأفعى. حسنا، جيد، والآن، جيد، القط، ثم السنجوب، لا، السنجوب، ثم الثعلب المكار، ثم ماذا؟ الفراشة. جيد، السلحفاة. حسنا، لنأخذ الضفدعة، ثم الثعلب، ثم جيد، ثم الأفعى، ثم حمار الوحش. جيد، الببغاء، الدجاجة. رائع يا أصدقائي، أنتم أصدقاء رائعين. أنهينا الجولة، والآن لنعيد جولة أخرى. هل تريدون الإعادة؟ حسنا، والآن لنأخذ البطريق. لدينا البطريق، البطريق، ثم حمار الوحش، ثم الدودة. جيد، البطة، رائع، السنجوبة، رائع، ثم جيد، الفراشة الجميلة. جيد، السلحفاة، ثم القط،
رائع، ثم ماذا يا أصدقاء؟ حسنا، نكمل البطريق. جيد، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ حسنا، ماذا الخبز؟ السمكة الزرقاء، ثم الأفعى. حسنا يا أصدقاء، البطة. حسنا، ننجل طنابير، ننجل طنابير. والآن القطة. حسنا، لنأخذ ثم يا أصدقاء لنأخذ. حسنا، بطريق. حسنا، القطة. ثم حسنا، القط. حمار الوحش، السلحفاة، ثم الفراشة. انهينا يا أصدقاء. والآن يا أصدقائي، إلى اللقاء في الفيديو القادم. إلى اللقاء يا أصدقائي.